كان قبل عندنا الزوي، في الزوي فما بعض أغاني ناجحة شعبية، لكن التونسي ماذا به ما تقعدش حد حيوط الزاوية، يحب يغنيها في الشارع، يحب يغنيها في داره، لا باس يغنيها بالبندير وفي وسط الزاوية، يحب يغنيها فياخذ اللحن ويركب عليه. كانت عندنا طريقة قبل اسمها الطيبية، جات من المغرب، جابوها جماعة توات، يقول ضيف الله لله يمالي الديار، ضيف الله لله جيناكم زيار، فقسوا عليها وعرضوها وعملوا عليها أغنية تعرفوها وهي شعبية قديمة، يا كريم متاع الله يمالي الدوار، ونتمنى أن محمد الفرشيشي يحسن الدور هذا. يا كريم متاع الله يمالي الدوار، واللي يعمل ليلة قرين في الحاري لشلش، يا كريم نشكلكم بهمي من وليد عمي، واش نحط في فمي قرين فلفل حار الربي، يا كريم متاع نشكلكم من دايا خالقي مولايا، واش نحط بحذايا زوز بنات صغار الربي، مشكلكم بهمومي من سنية الرومي، سرقوا لي مشمومي حافل بالنواري، والله يا نشكلكم من سوسة عندي فيها عروسة، في الساحل متسوسة ونلاقي لاختاري، والله يا نشكلك يا بيا ومن بنت المهدية، عمر عليها تفايا والله بالفلحاري، والله يا كريم تعالى